بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في وطن السيادة والريادة، موئل العز والنصر، وطن يصنع من أبنائه مشاعل من نور ومحبة وبناء، ويملأهم فخراً بقليل ما قدموا قبل كثيره وبما أنجزوا ليساهموا في بناء هذا الوطن الحلم. صاحب المعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أصحاب المعالي والسعادة، وكلاء الوزارة ووكلاءها المساعدين وقادة كافة القطاعات الصحية، الزملاء الكرام أبطال الصحة، أرحب بكم أجمل ترحيب في حفل جائزة أداء الصحة، والذي يأتيكم عبر البث المباشر محفوفاً برعاية كريمة من معالي وزير الصحة الذي انضم لنا قبل دقائق عبر البث المرئي، شاكرين لمعاليه دعمه المستمر وحفاوته الدائمة بكل منجزات أبطال الصحة وتخصيص وقت لرعاية هذه المناسبة. أهلاً ومرحباً بكم في يوم احتفائي مختلف صنعتموه أنتم على عين، وبشغفكم وتطلعكم نقف اليوم هنا لنحتفي ونتشارك بهجة التنافس ونكهة التفرد. هذه الجائزة التي شقت طريقها لتعلي من قيمة التحسين وتساهم في مضماره بمنافسة تستحق أن تقدر ويعنى بها وقد كان. صاحب المعالي، مشاهدينا في كل مكان، نستهل حفلنا هذا بآي من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. معالي الوزير، حفلنا البهيج. إن برنامج أداء الصحة اليوم لم يعد برنامجاً للقياس أو رافداً للدعم، بل اجتاز ذلك ليكون قيمة وأثراً عند كل من اقترب منه أو من عوالمه، شراكة أو تعاوناً أو دعماً. لقد استطاع البرنامج أن يمنح الثقة ويعزز القدرة ويقود التغيير ويسهم في البناء الحقيقي للمكتسبات التي لم تعد قابلة للمساومة أو العودة بها إلى الوراء. إن أبرز هذه المكتسبات التي يجب أن نتمسك بها ونفاخر هي القدرة البشرية التي شكلت هذا البرنامج وقادته. فما من منطقة أو تجمع صحي اليوم على طول البلاد وعرضها إلا ويشار فيه لتجربة أداء الصحة وفرقها ومستوى الجاهزية التي يسهم بها ويقدم ويضيف أينما حل أو وقع. اسمحوا لي أن أترككم الآن مع عرض قصير يحكي لكم هذه الرحلة. تشكل برنامج أداء الصحة وفقاً لأهداف طموحة تسعى لتحسين الخدمات الصحية في مملكتنا الغالية. لم يقتصر العمل على عقد اجتماعات دورية وبناء خطط استراتيجية فحسب، بل كان الهدف الأسمى هو تفعيل هذه الخطط على أرض الواقع. بدأ البرنامج بتشكيل فريق طموح شمل حتى الآن ما يقارب 2000 شخص، منهم 250 مسؤول تحسين أداء تلقوا التدريب طوال الأعوام الماضية. توحدت أولوياته وأهدافه لتشمل 3 ركائز رئيسية: تحسين العمليات، ثقافة التغيير، التمكين الرقمي. وسار الفريق معاً
نحو هدف سام تجلى في قالب تحسين الخدمات الصحية وفي كافة أقطار المملكة، شمل أكثر من 151 مستشفىً وما يقارب من 700 مركز صحي و48 مركزاً متخصصاً تتضمن 10 نطاقات ومحاور رئيسية، وطبق ما يقارب 143 مؤشر أداء يتم قياسها وإصدار تقارير دورية مهمة على مدى التقدم فيها. وكامتداد لهذا النمو والتوسع والنجاحات، برهن أداء الصحة عن قيمته الوطنية عبر مشاركته في أحد المواسم الدينية الحج، وعلى مدار عامين متتاليين احتل جزءاً في قلب هذا المشعر بأربعة نطاقات وأربعة عشر مؤشراً رئيسياً وعشرة مسؤولي تحسين أداء وسبعين جامعاً للبيانات. ولأن سقف التطلعات لا حد له، فقد حظي البرنامج باعتراف وتقدير دولي خلال رحلته، كما استطاع أن يبني الشراكات والعلاقات الفعالة مع كافة الأطراف في القطاع الصحي عبر عقد عمليات تواصل دورية واجتماعات وورش عمل وشراكات متعددة. وفي خضم المواجهة مع الجائحة، اتحدت الجهود كافة، وقام أداء الصحة بدوره في دعم الجهود ليشكل ركيزة أساسية تساهم في عملية دعم اتخاذ القرار. كل مساهمة بسيطة من فريق أداء الصحة الطموح ساهمت بشكل أو بآخر في تمهيد طريقهم للنجاح، وللحكاية بقية. أهلا بكم مجددا. إن جائزة أداء الصحة اليوم قد عملت وتعمل على مبدأ الراسخ، وهو مبدأ التحسين المستمر. ولأن أبطالنا في القطاع الصحي يسعون دائما للأفضل، فقد قدموا بدورهم عددا كبيرا من مشاريع التحسين التي قامت بمراجعتها لجنة التحكيم الكريمة وأصدرت أحكامها. أستأذنكم الآن في عرض ملامح عن الجائزة في هذا الفيديو القصير. كان هناك ثلاث مسارات لجائزة أداء الصحة لهذا العام: مسار المنشآت التابعة لوزارة الصحة، ومسار المنشآت من خارج وزارة الصحة، ومسار الأفراد. وتفرع منها تسعة فئات، واستخدمت اللجنة التحكيمية معايير لتقييم المشاريع المستلمة، وكانت معايير نسبة التحسن، ومعايير المقارنة المعيارية بين المنشآت المتقدمة والمنشآت الأخرى، وكذلك الاستدامة منذ بدء مشاريع التحسين وخلال رحلة التحسن، ونشر الفائدة والدروس المستفادة والتعلم داخل المنشأة خلال رحلة التحسين. وقامت لجنة التحكيم بتقييم المشاريع المستلمة من المنشآت، وأرسلت فريق من الخبراء لتقييم هذه المشاريع وكتابة تقرير للجنة التحكيمية. وفي مسار الأفراد تم تقييم المشاريع المستلمة وعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين وكتابة تقرير للجنة التحكيمية عن نتائج التقييم. تشرفت بمراجعة وتقييم العديد من المشاريع التحسينية من مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى الرقي بخدماتنا الصحية لأعلى المستويات بإذن الله تعالى. وسررت بما رأيت من العديد من المشاريع ذات العلاقة بالجودة وسلامة المرضى، مع الأمنيات إن شاء الله للجميع بالتوفيق. وبرأيي الشخصي لا خاسر بيننا اليوم، الجميع كاسب بإذن الله تعالى، وخصوصا المريض. تشرفت بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم في جائزة أداء الصحة لهذا العام. الجائزة تعنى بتحسين الأداء الصحي عموماً، لها عدة محاور في الصحة النفسية، الرعاية الأولية، وتحسين الأداء. وصلتنا مئات المشاريع ذات الجودة العالية اللي تم تصفيتها بالتدريج لما وصلنا للمخرج النهائي. تمت التصفية عن طريق اجتماعات عدة فيرتشوال اللي هي افتراضية بحكم كورونا لهذه السنة. والحمد لله، يعني أكيد كان هناك
في مبادرات عدة في وزارة الصحة، بس أعتقد هذه الجائزة يعني تساعد على استمرارية تحسين الجودة وتخلق روح منافسة جميلة ما بين المستشفيات. It was an honour to be selected as an international judge for the ADA Health Awards programme this year. I have personally seen this programme grow from vision to reality, and that's been done by driving the four key elements of ADA Health: productivity and efficiency, skills and capability, performance reporting, and cultural change. I've seen evidence of all these four elements within the content of the submissions for the awards this year that the judges had to review. We also had submissions for the first time from PHCs and private healthcare, showing a true full systems approach to improving the healthcare in the Kingdom of Saudi Arabia. Although we were selected to choose winners of these submissions, I would like to congratulate each and every individual who's been part of this groundbreaking transformational programme. It could not be done without each and every one of you. It was a privilege to be selected as one of the international judges this year for the ADA Health Awards programme. The judges included academics, healthcare professionals and business leaders from across the world, and we reviewed nearly 700 submissions. This is a programme the Ministry of Health should be very proud of, and the judges recognised that we made a small contribution to the efforts of doctors, nurses, other healthcare professionals, data gatherers, change agents, and performance improvement officers who've made this a program that is a benchmark for the world. This is a program delivered by Saudis for Saudis. Congratulations. And on behalf of the judges, shukran. صاحب المعالي مشاهدي هذا البث، لقد أخذ برنامج أداء الصحة على عاتقه وضمن مستهدفاته خلق شراكات وتعاونات قائمة على تبادل الخبرات والدعم والاستفادة من الدروس، وإحدى هذه الشراكات التي يفخر بها البرنامج هي الشراكة مع المجلس الصحي السعودي الذي نشكره ونثمن دوره الجوهري في القطاع الصحي. أترككم الآن مع فيديو قصير لأمين عام المجلس الدكتور نهار العازم. سعيد جدا بالمشاركة في حفل جائزة برنامج أداء، وهو البرنامج الهام والمؤثر في عملية تطوير النظام الصحي السعودي ونهضة القطاع الصحي وتسهيل الوصول للخدمات الصحية. حقيقة أنا أبارك للفائزين وأبارك للقائمين على برنامج أداء والعاملين القائمين على هذه الجائزة أيضا. هذه الجائزة بشمولها لأكثر من مسار، مسار المنشآت ومسار الأفراد، هي تؤكد على دور المنشآت في تطور المنظومة الصحية في المملكة بشكل عام، وتؤكد أيضا على دور الأفراد الذين يحملون الشغف والرغبة في التميز في نهضة وتقدم النظام الصحي السعودي وانتقاله إلى مستوى أعلى من الكفاءة والفعالية والجاهزية لخدمة المواطنين والمقيمين والمرضى بمستوى عالي ومشرف. أبارك مرة أخرى للفائزين، وأبارك معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي قيام هذه الجائزة، وأرجو بإذن الله تعالى لهذه الجائزة المزيد من التقدم والاستمرارية بإذن الله تعالى، لأنها فعلا هي المؤشر على استمرارية عملية التطوير في النظام الصحي للمملكة. معالي راعي الحفل، مشاهدينا، أبطالنا الذين نباهي بهم، حانت اللحظة الحاسمة. وقبل أن أمضي إلى فقرتنا التالية، أود أن أؤكد أنكم المكسب الأكبر والرهان الحقيقي، شاكرين لكم مشاركتكم في هذه الجائزة
ونقدر جهودكم المبذولة، ونود أن ننوه إلى الراغبين في الاستزادة إلى أن كافة التفاصيل الخاصة بمسوغات الفوز في هذه الجائزة في كل فرع ستنشر تفصيلياً في موقع أداء الصحة. أترك الآن المساحة لسعادة الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي رئيس لجنة التحكيم في جائزة أداء الصحة لهذا العام ليعلن الفائزين في كافة المسارات والفئات. أرحب بكم جميعاً في فقرة الإعلان عن الفائزين في المسار الأول في مسار المنشآت التابعة لوزارة الصحة في فئة أفضل مشروع تحسين أداء لمستشفى عام للعام 2019، والفائز هو مستشفى الملك خالد بالخرج. والفائز في فئة أفضل مشروع تحسين أداء لمستشفى صحة نفسية للعام 2019 هو مستشفى الصحة النفسية بالقصيم. والفائز في فئة أفضل مشروع تحسين أداء لمركز رعاية صحية أولية للعام 2019 هو مركز شمال المطار بخميس مشيط. والفائز بجائزة أفضل مشارك جديد في برنامج أداء الصحة بنسخته الثانية للعام 2019 هو مدينة الملك سعود الطبية. ننتقل للمسار الثاني للجائزة وهو مسار مقدمي الخدمة من خارج وزارة الصحة، والفائز بفئة أفضل مشروع تحسين أداء في القطاع الخاص للعام 2019 هو المستشفى السعودي الألماني بجدة. والفائز في أفضل مشروع تحسين أداء لمقدم رعاية غير تابع لوزارة الصحة قطاع حكومي آخر للعام 2019 هو مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة. ننتقل الآن في المسار الثالث للجائزة وهو مسار الأفراد، والفائز في فئة أفضل أداء لمسؤولي تحسين الأداء للعام 2019 ندى علي الشيخ من مجمع الدمام الطبي. والفائز في فئة أفضل أداء لقادة إدارة التغيير للعام 2019 هنادي علي القاضي من مستشفى أبها للولادة والأطفال.
الفائز في فئة أفضل أداء لجامعي البيانات العام 2019 شيرهيل إليكو من مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف. صاحب المعالي مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. لم تنتهي الحكاية بعد ولن تنتهي، كنا ولا زلنا في أداء الصحة نتطلع للمزيد ونتحدى أنفسنا لتحقيق الأهداف المرجوة. أسعد الآن بتقديم المدير العام التنفيذي لبرنامج أداء الصحة الأستاذ خالد الحارثي ليحدثنا عن مستقبل هذا البرنامج. مرحبا بكم. أداء الصحة رحلة امتدت لعدة سنوات، كان هدفها الرئيسي تحسين الخدمات الصحية والوصول لها في الوقت المناسب وبالجودة المناسبة. قاد هذه الرحلة كوكبة من أبطال الصحة، ونأتي اليوم بعون الله لنعلن انطلاق النسخة الثالثة من برنامج أداء الصحة. وكان من المهم لتوسع هذه النسخة أن نشمل أكبر عدد ممكن من الشركاء المؤثرين على تقديم الخدمات الصحية، سواء في وزارة الصحة أو في منظومة تقديم الصحة في المملكة العربية السعودية بشكل عام. وكان لزاماً أن نتوسع داخلياً لتغطية كافة مستشفيات وزارة الصحة، دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، تعزيز دور الخدمات المختبرات وبنوك الدم، تعزيز الاستثمار في المورد البشري، وأيضاً تعزيز التقدم في تطوير سلاسل الإمداد والتموين وتوفير المستلزمات الرئيسية. إضافة إلى ذلك التوسع بشكل أكبر في القطاع الخاص وتضمينه داخل هذه المنظومة المتنامية، وأيضا التعاون بشكل لصيق وقريب جدا مع القطاعات الصحية الحكومية غير وزارة الصحة. هذه رحلة امتدت منذ سنوات، والآن في طور التوسع سنواجه معا العديد من التحديات، وسنسجل معا العديد من النجاحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السعادة مشاهدي بثنا هذا، حرصاً على منح التقدير لأهله والاحتفاء بهم وتلك عادته، يشاركنا في هذا المحفل الكبير الداعم لكل جهود التحسين دائماً في كافة القطاعات الصحية عبر الاتصال المرئي معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. نتشرف معاليكم الآن أن نترك لكم المساحة والوقت والأسماع لإلقاء كلمتكم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم. أنا جدا سعيد أكون معكم في هذا اللقاء، وسعيد بالإنجازات التي تحققت من هذا البرنامج، فهو أحد البرامج الإبداعية التي يعمل فيها أشخاص مبدعين من أمثالكم. قدتم مشاريع تحسينية كان لها أثر كبير في تحسين الخدمات والارتقاء بها والوصول للمرضى بشكل أفضل وتقليل فترات انتظار بشكل مميز. فهذا المشروع بدأ قبل الجائحة واستمر خلال فترة الجائحة وحقق نتائج متميزة.
حقيقة أولاً أهنئ كل من فاز اليوم بالجوائز المختلفة، ومتأكد أن هناك المتميزين كثر، وهناك من عمل، وهناك إنجازات، وكلها مقدرة وتذكر وتشكر، فلكم مني كل الشكر والامتنان. عدد مشاريع التحسين المنفذة في نسختي البرنامج الأولى والثانية أو منذ بدء البرنامج بلغت أكثر من 2100 مشروع تحسيني، بالإضافة إلى مشاريع تحسينية موازية خصصت للسيطرة وتفادي تأثيرات الجائحة منذ بداية الجائحة، والتي وصلت إلى 137 مشروع. البرنامج طبعاً لا زال يسهم في تحسين خدمات كثيرة، ومن خدمات الطوارئ والتي تعتبر من أحد الخدمات التي فعلاً دائماً تحتاج تطوير وفيها تحديات كبيرة. فقبل بدء البرنامج كان فقط 36% من مراجعين الطوارئ يخدمون خلال 4 ساعات، يعني نقدر نقول 64% ينتظرون أكثر من 4 ساعات للوصول للخدمة. الآن ارتفعنا من يخدم في خلال 4 ساعات من 36% إلى 37%، يعني قرابة ما بين 3-4 أضعاف تحسين، وهذا نقلة نوعية ساهمت في تحسين مستوى الرضا، والذي نتج عن حقيقة نرى في مؤشر بريسجيني في الإجمال تحقق ارتفاع مستوى الرضا على الطوارئ، وأثر على إجمالي الرضا على مستوى خدمات الوزارة. كذلك استمرار سرعة إجراء الفحص المخبري الطارئ من سحب العينة إلى إصدار التقرير، حيث كان متوسط وقت إجراء الفحص للربع الرابع من 2019 50 دقيقة، وبلغ في الربع الثاني من 2020 38 دقيقة. كذلك تقليل الوقت من لحظة اتخاذ طبيب الطوارئ قرار التنويم في أقسام التنويم من 215 دقيقة في الربع الرابع من 2019 إلى 67 دقيقة في الربع الثاني من 2020، يعني نزلنا إلى ثلث الوقت تقريباً، وهذا إنجاز حقيقة هائل. لذا نرى ولله الحمد أن هذا انعكس على مستوى الرضا الذي نقيسه عن طريق جهة مستقلة متخصصة وهي بريسجيني. منذ أن بدأنا في قياس مستوى الرضا في بداية عام 2018 إلى نتائج الربع الثاني من هذا العام، في كل ربع يعني أنجزنا حاليا تقريبا 10 أرباع منذ أن بدأنا حتى الآن، في كل ربع يرتفع مستوى الرضا. بدأنا في قرابة حدود 66%، والآن تجاوزنا 76% نسبة الرضا على جميع خدمات الوزارة المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية. وحقيقة هذا إنجاز نفتخر فيه، أنتم خلف هذا الإنجاز، وكل من عمل في وزارة الصحة يتخلف هذا الإنجاز. نحن سعيدين بهذا التطور، سعيدين بتحسين خدمات، بتقليل فترة انتظار، وسوف نستمر في هذه المنجزات مشيئة الله بدعمكم. أقدر جهودكم وأكرر شكري وتقديري لإبداعاتكم، فلكم مني كل الشكر والامتنان، وأقول لكم جميعا مبروك هذه الإنجازات، وإن شاء الله الإنجازات تستمر في المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الوزير على كلمتكم الضافية، شكرا لكم مشاهدينا، شكرا لكل فرد ساهم ويساهم في تحقيق الرؤى والأهداف الطموحة. وقبل الختام، هذا شكر مني يصلكم كافة مسؤولي تحسين الأداء في المملكة، بكم أصبح الحلم واقعا، وسنمضي معكم باتجاه الأجمل دائما، داعين الله أن يديم على هذا الوطن المعطاء خيره وأمنه واستقراره. وإلى أن نلقاكم في محافل قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.